بدويش باخذ لك صوره على المنظر الجميل مع البحر وحط له فلتر يشوه بس مو توري الصور، لا ابي يتعب تعب، مره خله يمين مره يسار مره يضحك مره يحط يد على يد، العب بلعب داري قل له تعال اوريك الصور بس ما عليه ولا انطقيت على اجر انا عاد تعوضي زين عاد راح لا تكثرها راح لا مكان جميل جميل جدا 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 اهنيك على ذوقك سبحان الله عاد تونا احنا قاعدين نسولف عن جمال المكان والله يا جماعه الخير اخذوا لكم صور تذكاريه في المحل ذي مع البحر انا صورت روحي بروحي انا يحب يتصور بالعكس ما بيشوف المناظر الجميله اخذوا لكم صور جميل ترى المكان جميل مكان رايق مكان رايق صوره عادل خل حمادي يصورك بارك الله مكان جميل ابتسم يا ابو دويش ابتسم ما شاء الله تبارك الله رائع جدا جدا رائع ما شاء الله تبارك اسلم لا الحين سوي حركه ثانيه ابو دويش حط يدك على الطاوله ايوه الله تبارك الله لا نازل منظر مع المظلة ذي يا ابو دويش خرافي اشوف جميل 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 جدا انت منين متعلم الاحتراف في التصوير اول انا عندي ماخذ جولة لا ممتاز جدا بعد ابو دويش حط رجل على رجل ايوه سوي روحك ما تدري انه يصورك ما شاء الله تبارك الله انت ليش ما تفتح لك استوديو انت محترف يا زجران الله 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 يا سلام كفو والله كفو عجبني ابو دويش تسوي روحه ما ينتبه الكاميرا ابو دويش الحين سوي نفسك ماسك ذي ايوه ارفعها فوق ايوه 100 100 100 تعال لا خذها من ذي الزاويه يا سلام الله 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 عذبي من احلى زاويه ذي الصوره تصدق اصبر فرصه والله طلعت جيد بخليك تصورني بعد شوي تكفى بعد بدويش تكفى صورني بدويش نزل ذي تحت ايوه 100 100 نوم خلك زي اللي نايم ايوه خلك زي اللي نايم وكأنك مو منتبه حق زجران يا الله دي الصورة بتطلع خطيرة يا ابو دويش اشوف يا الله على الفن اصبر الحين نوم على الجهة الثانية بس نوم على الجهة الثانية يا ابو دويش انه مكان جميل والله يستاهل والله بهم استديو نطلعهم ارسلهم لي بعد انا بخليهم للذكرى مكان جميل نبي نسوي لك مفاجاه نسويهم بالاستديو ونكبرهم ونحطهم بالمزرعه لا يخلي يشوفوا ما الحين خلي يشوفوا خلي يشوفوا خلي يشوفوا تعال يا ابو دويش شوف هذا اول صوره شفته ان شاء الله تبارك الله جدا جدا هذا الثالثه ايوه وهو مسدح ايوه ذي تعبت وانا ما التقط اشوفه ذي لا ذي جميلة ذي وانا تعبت وانا مركم ما تعدلون ويصيرون واجد معدنين شيك شوف طلع له وجه تعال اذا ما عجبتك صورة نغيرها بمغطي هذا ايش؟ يصور فيه ويحطيه زي الوجه زي المرعوص. المرعوص. يا مرزوق الله يوفقك. ما عجبتك الصور غيرها. ولك كلمة بس عليك. ان شاء الله يا قلبي. طلع له الوجه. ان شاء الله يا قلبي. قلت لك شنو الوجه حطيته له؟ ما حط له فلتر. اللي مرعوص وجهي. مرة ثانية اكفن وجهك انا. مباني. يحبك على الوجه اللي عليه. مباني كان مغيظ. صدرك يا ابو دويش انت الله يهديك بعد ليش الله يهديك شو اسمه تعطله ذا. انت قمر يا ابو دويش ما يحتاج يصورونك ولا شيء قمر خلاص يا حبيبي اذا ما عجبتك الصوره قام نصورها من جديد قام لا 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 لا
لا خلاص 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 عشان خاطر بطران، عشان خاطر بطران. اقعد 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 ترى احنا خلاص.